السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المنصات القوية جدا في تعلم البرمجة جوجل كاجل تبع شركة جوجل، وهي خاصة بإن أنت تبدأ تتعلم برمجة، تلاقي فيه مسابقات تدخل فيها، تخزن كل الداتا اللي أنت عايزها أو تدور على داتا معينة فتلاقيها. فتعال كده واحدة واحدة نبص عليها. ده الهوم، فبيبدأ يديك بيانات عنك، وطبعا مفيدة جدا إن أنت تبقى عندك بروفايل. مثل البروفايل ده، ان انت مثلا مقدم على شركه فتقول لهم والله ده البروفايل بتاعي، فهم يشوفوا ايه المشاريع اللي انت اكتف فيها وايه الحاجات اللي انت مهتم بيها. وفي مسابقات، يعني كل شويه تقدر تختار مسابقه وتدخل انت فيها. في حاجات مثلا بيقول لك ان انت مثلا لو انت حليت المسابقه ممكن مثلا تكسب 10,000 دولار، 100,000 دولار، وهكذا. ففي ارقام كويسه جدا. في شركات مثلا بتقول لك انا بدل معايا من موظف، لا ده انا ممكن اعمل مسابقه واحط جائزه ضخمه بحيث اشوف افضل الحلول اللي انا ممكن اعملها. يعني احدى المنصات اللي هي بتقدر تتفرج فيها مسلسلات، يعني مش عايز اقول اسمها، وليكن مثلا منصه زي شاهد، هي حاجه تانية غير شاهد بس مقاطعه. فالمنصه ديت راحت قالت اللي هيدينا احسن خوارزميه للاقتراحات، يعني لو واحد اتفرج على 3 افلام نقترح عليه فيلم يكون قريب من الثلاثه دول، فبحيث ان معدل المشاهده يزيد والناس تقعد تتفرج عندهم. فدي مسابقة وحطوا لها جائزة ضخمة وفي حد فاز بيها. فأنت ممكن برضو تشارك في المسابقات، برضو بتدي خبرة وبتدي فلوس الحمد لله. يعني في داتا ست دي قاعدة بيانات، هتلاقي حاجات خاصة مثلا بالتعليم، حاجات خاصة بالترافيك. فبدل ما تقعد تدور على النت على داتا وما تلاقيهاش، لا هتلاقي داتا متدربة جاهزة. يعني لو جيت تبص كده مثلا، كان في حاجة أنا مسحتها كبيرة، في مثلا ممكن توصل 6 جيجا. تمام، في حد مثلا مجمع داتا وحاططها ومشاركه معانا 6 جيجا. في حاجات مثلا بيتكلم على الورلد اير كواليتي، جوده الهواء في العالم، مساحته 2 ميجا. في ده مثلا برومت ري رايت 70 ميجا. في حد مشارك مثلا داتا بتاع سيتي ترافيك. فلو انت عايز تدرب الموديل بتاعك تقدر تاخد الداتا دي ومتدربه جاهزه وتبدا ان انت تستفاد منها. فزي ما انت شايف هي منصه قويه جدا، وفي مودلز كتيرة جدا، حاجات خاصة بالذكاء الاصطناعي، حاجات خاصة بتحويل التكست لصور أو تكست تو تكست. تقدر تقول له أنا عايز مثلا حاجات معينة، حاجات خاصة مثلا بالإيمج، يبدأ يجيب لك حاجات خاصة بالإيمج. زي ما أنت شايف حاجة قوية جدا وكتيرة جدا زي ما أنت عايز. وفي تقدر بقى تعمل كود، لما تيجي هنا تقول له نيو نوت بوك وتبدأ تكتب الكود. تمام، ودي حاجات ترند موجودة، هي تقدر انت تفتحها زي اوبن سي في. ده مش مقصود السي في اللي انت بتكتبه، لا ده اللي هي كمبيوتر فيجن، بحيث ان انت تقدر تتعرف على الصور. او ممكن من كرييت ان تقول له انا عايز نيو نوت بوك وتبدأ تكتب الكود بتاعك. الميزة ان انت مش محتاج تسطب حاجة على جهازك، كل الشغل كله اونلاين، بتكتب الكود وتقول له رن ويبدأ ان هو يشتغل معاك عادي بدون اي مشاكل خالص. تمام، وزي ما انت شايف اللغه بتاعته قريبه جدا من جوجل كولاب. هنتكلم عنه ان شاء الله في فيديو مستقل. تقدر تكتب الكود زي ما انت عايز وبعد كده تقول له ران فيبدا ان هو شغل لك الكود. وتقدر تقول له اد انبوت او تعمل ابلود للملف اللي انت عايزه، او يكون حاجه عندك على جوجل درايف تربطه بيه ويبدأ ان هو يستفاد منه. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل نيو موديل، عايز اعمل نيو كومبيتيشن، عايز تعمل مسابقة جديدة. طيب انا عايز اتعلم، هتيجي هنا على ليرن، هتلاقي بقى كورسات موجودة، حاجات خاصة بمقدمة عن عن البرمجة، البايثون، الماشين ليرنينج، الديب ليرنينج، كل ده تقدر ان انت تدخل فيه وتبدأ ان انت كل ما بتخلص درس بيبدأ يسألك عليه بحيث تتأكد ان انت اتقنت الجزئيه ديت. وعندك ديسكشن طبعا ناس متخصصه جدا في البرمجه، فلو عندك اي سؤال او اي مشكله تقدر انت تكتبه ويجاوبوا عليها ان شاء الله. هنا يور ورك، لو انت في مشاريع اشتغلت فيها هتبدا ان انت تلاقيها، المسابقات اللي انت قدمت فيها، الديسكشن، كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده هنا، وممكن حاجه تعجبك تحطها في البوك مارك. فأنا ما دفعتش حاجة خالص، مجاني كل حاجة لغاية دلوقتي. المعلومات ضخمة جدا وموثوق فيها تبع جوجل. فأتمنى تعجبكم المنصة ديت، تبدأوا تطبقوا أي درس في البرمجة وخصوصا البايثون.